بسم الله الرحمن الرحيم الآخر الآخر يعني ليس بعده شيء إذا فنيت كل المخلوقات أقيمت الساعة ومات الناس كلهم ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وحل الفناء فالله الآخر يعني باقي سبحانه وتعالى حي لا يموت ليس بعده شيء حتى لو فني الخلائق كلهم وفنيت هذه الدنيا الباقي الاخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى ولا حاجه ان ندخل في اكثر من هذا لانه المسلم التسليم ليس بعده شيء يعني ليس بعده شيء